طوفان سيدنا نوح بين الحقيقة والخيال. هل طوفان سيدنا نوح غرق الأرض كلها ولا قومه بس؟ طب ازاي وكان في حضارات في شمال أفريقيا والهند والفرس لم تتأثر بالطوفان، أو في قول أصح الطوفان ما وصلش ليها ازاي؟ وفي وجود دعوة سيدنا نوح لربه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. طوفان سيدنا نوح بين الواقع والأساطير. انت تعرف ان في اكتر من 500 أسطورة وقصة ورواية عن طوفان سيدنا نوح، يبدأها القرآن الكريم والرسالات السماوية، مرورا بحضارة السومرية والبابلية، ثم نوصل لأهل الإسكيمو في القطب الشمالي. كل واحد من دول ليه قصة خاصة عن طوفان سيدنا نوح. ولكن سؤال حلقة النهاردة، هل طوفان سيدنا نوح غرق الأرض كلها ولا قومه بس؟ وإزاي في حضارات لم تتأثر بطوفان سيدنا نوح؟ يعني هو كان في ناس عايشة على كوكب الأرض وقت ما الطوفان كان بيحصل؟ ما نعرفش، ده اللي هنعرفه النهاردة. اهلا بيكم، كوبايه الشاي الجميله بتاعتك، وركز معايا كويس جدا عشان هنقول حاجات انت اول مره تسمعها هنا وبس. في البدايه كده، اتمنى لو انت عندك حكم مسبق على طوفان سيدنا نوح خليه على جنب، اسمع الفيديو للاخر وبعد كده ليك حريه الاختيار، هل طوفان سيدنا نوح غرق الارض كلها ولا قوم سيدنا نوح بس. تعال نبدا باشهر القصص والاساطير اللي كانت بتتكلم عن طوفان سيدنا نوح. وسيدنا نوح بيختلف كشخص من قصه وأسطورة لقصة وأسطورة تانية خالص. من كتاب دراسات تاريخية للدكتور محمد مهران ودراسات السير جيمس فريز عن طوفان سيدنا نوح، وبيقولوا إن الأساطير اللي كانت بتتكلم عن طوفان سيدنا نوح كانت منتشرة في العالم كله. في أواخر القرن الماضي كان الاعتقاد اللي ساد عند عامة الناس إن التوراة هي أقدم مصدر لطوفان سيدنا نوح، ولكن في عام 1853 تم العثور على نسخة من رواية الطوفان البابلية. وفي الفترة ما بين 1889 و 1900 اكتشفت أول بعثة أمريكية في العراق للتنقيب والبحث عن الآثار لوح طيني كان بيتكلم عن الطوفان اللي حصل، ولكن الرواية دي هي رواية بترجع للحضارة السومرية. اللوح الطيني ده كان المفروض ان هو متكون من 300 سطر، ولكن مع عوامل الزمن اكتشفوا ان هو مكتوب فيه 100 سطر بس، وده كان بيتكلم عن بداية او نشأ الخليقة. المفروض ان اللوح ده كان واحد من اصل 5 ألواح، ولكن لم يتم العثور على الأربعة التانيين. خلينا نبدأ مع أشهر الأساطير، وهي الأسطورة للحضارة السومرية، واللي كانت بتتكلم عن بداية نشأة وخلق الإنسان والحيوان والنبات، وإن كان في 5 مدن كبار في العالم كله. كل ده كان قبل الطوفان، واللي خلق الإنسان وكان بيحكم الأرض مش إله واحد، دول مجموعة آلهة، وكان بيطلق عليهم مجمع الآلهة. ده المكان اللي الآلهة كانوا بيقعدوا فيه ويشوفوا تصرفات البشر. مرة من المرات والآلهة مجتمعين في مجمع الآلهة، شاف معظم الآلهة بشر طغوا بذنوبهم في الأرض وملوا الأرض شر، ومن هنا قرر بعض الآلهة إن هم يجيبوا فيضان عشان ينسفوا ويدمروا الجنس البشري ويخلقوا جنس من أول وجديد. ولكن في بعض الآلهة من مجمع الآلهة اعترضوا على الكلام ده، ولكن رأي أغلب الآلهة هو اللي مش. في الوقت ده أو في العصر ده كان في ملك صالح بيعبد الآلهة. الملك ده كان اسمه سيوزيدر، وحسب الأسطورة السومرية فده كان آخر ملك للإمبراطورية السومرية أو للحضارة السومرية في العراق. الملك ده كان ملك صالح وكان بيعبد الآلهة وعامل محراب للعبادة خاص بيه. في يوم والملك ده كان موجود في المحراب بتاعه، سمع صوت أحد الآلهة وهو بيقول له بالقرار اللي مجمع الآلهة أخدوه، وإن هم هيغرقوا الجنس البشري. والإله أمر سيوزيدر إن هو يعمل مركب عملاقة، وان هو ياخد فيها من كل نوع حيوان ذكر وانثى، ومن جميع انواع النباتات وكل كائن حي على كوكب الارض، وكمان ياخد مراته واولاده ويركبوا الفل. سيوزيدر ده بيمثل عندنا احنا المسلمين سيدنا نوح، وبالفعل جه الطوفان دمر الارض كلها وفضل مستمر لمدة 7 ايام حتى ظهور اله الشمس. واول لما اله الشمس ظهر، عرف الملك سيوزيدر ان الالهة اصبحت راضية ويقدر ينزل يعيش هو واللي معاه ويبدأوا في التناسل من اول وجديد. دي الاسطورة السومرية، شبهها بالظبط الاسطورة البابلية اللي كانت بتتكلم عن حاكم اسمه جلجامش، وجلجامش ده كان ظالم ومفتري في الارض. حتى مجمع الالهة ما كانش قادر يقتل جلجامش، فقرر مجمع الالهة ان هم يخلقوا واحد بنفس قوة جلجامش عشان يخلص عليه، وبدأت الحروب بين جلجامش وبين الإنسان
اللي مجمع الآلهة خلقوه عشان يخلص على جلجامش، واستمرت الحرب دي سنين، وفي النهاية أصبح جلجامش والشخص التاني دول أصدقاء ومقربين جدا. تمر السنين عليهم والشخص التاني ده يموت، يحزن عليه جلجامش جدا ويبدأ يدور على جده، جد جلجامش. وجد جلجامش هو بطل قصتنا النهارده، او هو ممثل سيدنا نوح في قصه اسطوره الطوفان في الحضاره البابليه. جد جلجامش ده كان ملك صالح ومجمع الالهه، برضه ندم على خلق البشر وقرر ينسفه بالطوفان. وهنا قرر مجمع الالهه ان هو يشوف الحاكم الصالح ده اللي هو جد جلجامش، ان الالهه تامره ان هو يصنع الفلك وياخد من كل كائن حي ذكر وانثى، وكمان ياخد اهله معاه. وبعد لما الطوفان ده انتهى كرمه جد جلجامش ان هو يصبح الانسان الوحيد الخالد في الارض. ومش كده وبس، لا، الالهه كمان رفعت قدره وخدته ان هو يقعد معاهم في مجمع الالهه. ومن هنا جلجامش بدا ان هو يدور على جده عشان يساله ازاي انت بايد مخلد في الارض، عشان انا عايز ابقى مخلد في الارض. الطوفان في الاسطوره والقصه البابليه شبه بالظبط الطوفان في الاسطوره السومريه. غير كده في اساطير كتير بتتكلم عن الطوفان اللي جه على الجنس البشري. خلينا نقول ان قصه سيدنا نوح ليه اكتر من تفسير واكتر من قصه في جميع انحاء العالم، ولكن اغلب القصص والاساطير والروايات بيتفقوا على 85% من اصل القصه الصحيحه، زي مثلا الاسطوره عند الحضاره الاغريقيه القديمه، او عند شعب الصين، او اهل امريكا الشماليه، او افريقيا الوسطى، او حتى شعب جزر الهاواي عنده قصه خاصه بطوفان سيدنا نوح. التشابه في القصص والاساطير دي كلها يا اما ان كان في راجل صالح والالهه امروه ان هو يصنع الفلك وياخد مراته وياخد من كل كائن حي ذكر وانثى، يا اما ياخد مراته واولاده وبرده كل ذكر وانثى من كل كائن حي، او اما راجل واحد بس هو اللي كان صالح وهو اللي نجا. ولكن وانا بدور لقيت في روايات غريبه جدا عن طوفان سيدنا نوح، زي روايه مثلا اللي بتتقال في افريقيا الوسطى ان بعد الطوفان كل الرجاله اتقلبوا القرود وكل الستات اتقلبوا السحالي. لكن انا سألت نفسي سؤال، لو حصل تزاوج بين القرد والسحلية يا ترى ايه الكائن اللي هيتم انجابه؟ اسأل نفسك السؤال ده واكتب لنا الاجابة في التعليقات. اما الرواية او الاسطورة التانية اللي كانت غريبة جدا، وهي اسطورة اهل الاسكيمو، وان الاسطورة عندهم بتقول ان كان في طوفان جه غرق الجنس البشري تماما، واتبقى اتنين رجالة كانوا صالحين جدا، والشخصين دول كانوا متدينين جدا، واستخدموا السحر الديني على راجل فيهم عشان يتقلب للست عشان يبدأ يخلف عشان يحافظوا على تناسل الجنس البشري. دي رواية غريبة جدا، بس مش اغرب من ان قرد يتجوز سحلية. خلينا نيجي للجزء المهم في حلقة النهاردة، طوفان سيدنا نوح في الديانات والرسالات السماوية. خلينا نبدأ بالتوراة. التوراة بتقول إن الرب رأى انتشار الإثم والذنوب والشرور في الأرض، وندم الرب على خلقه للإنسان، وقرر الرب إهلاك البشر بالطوفان. هي دي مش بتفكرك بحاجة؟ بالظبط نفس الأسطورة البابلية والسومرية، ولكن الاختلاف إن هنا في إله واحد وهناك في مجمع آلهة. هناك الآلهة ندمت على خلق البشر، والرب هنا في التوراة ندم على خلق البشر. ايه التشابه وهنحتاجه في ايه؟ هقول لك قدام دقيقة واحدة. واحنا لسه بنكمل في التوراة ان الرب امر نوح ان هو يبني فلك. نوح كان رجل صالح زي القصة السومرية سيوزيدك الملك الصالح، وزي جد جلجامش في الاسطورة البابلية. وبعد لما تم بناء الفلك امر الرب نوح ان هو ياخد مراته واولاده ويركبوا الفلك الى اخر القصة. في تشابه كبير جدا بين قصة طوفان سيدنا نوح في التوراة وبين الاسطورة السومرية والبابلية. ولو اتبعنا التاريخ هنلاقي ان اغلب الظن تم جمع التوراة العهد القديم وقت السبي البابلي لبني اسرائيل. ولو انت تعمقت شوية في القراية هتلاقي في تشابه كبير جدا بين التوراة العهد القديم وبين الادب البابلي. هتلاقي ان التوراة متأثرة تأثير شديد جدا بالادب البابلي وطريقة كتابة الادب البابلي. تعال بقى للجزء الاهم في فيديو النهاردة. احنا خلصنا الجزء المهم، اللي احنا هنقوله ده بقى الجزء الاهم، طوفان سيدنا نوح في القرآن الكريم. وهل طوفان سيدنا نوح غرق الأرض كلها ولا قوم سيدنا نوح فقط؟ انت تعرف ان القرآن الكريم حكى قصة سيدنا نوح في اكتر من سورة، زي سورة الأعراف، هود، نوح، الأنبياء والشعراء. وعايز اقول لك بقى ان القرآن الكريم تعالى شأنه وذكره ان هو يدخل في التفاصيل الصغيرة في قصة سيدنا نوح. يعني القرآن الكريم بكل الآيات اللي فيه اللي بتتكلم عن طوفان سيدنا نوح مفيش جزم 1% ان طوفان سيدنا نوح حصل على كوكب الارض كله، او ان طوفان سيدنا نوح حصل على قومه بس. انا دلوقتي عارف السؤال اللي جه في دماغك، قول سيدنا نوح لربه بسم الله الرحمن الرحيم
ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنا هجاوبك على السؤال ده بس قدام شوية. شوف يا صديقي العزيز، طبعا أنا عارف وأنت عارف والناس كلها عارفين قدم الحضارة المصرية القديمة. الغريب بقى إن مفيش نص واحد بس في الحضارة المصرية باختلاف العصور، باختلاف الأسر، باختلاف من حكموا مصر، بيتكلم عن طوفان جه غرق الأرض كلها، لا من قريب ولا من بعيد. فلو مفيش نص في الحضارة المصرية القديمة بيتكلم عن طوفان سيدنا نوح، يبقى هنوصل لاحتمالين. الاحتمال الأولاني إن الطوفان لم يصل للحضارة المصرية. الاحتمال الثاني إن ممكن الطوفان يكون حصل قبل تكوين الحضارة المصرية، والاحتمال الثاني ده ضعيف جدا. طب أنت ممكن تكون شايف إن الاحتمال الثاني هو صح، إن الطوفان حصل قبل تكوين الحضارة المصرية القديمة. أقول لك يا صديقي العزيز، لو افترضنا إن كلامك صح بنسبة 1%، أنت نسيت سيدنا إدريس حفيد سيدنا آدم. سيدنا إدريس اختلف عليه الكلام إن هو نزل عاش في مصر أو هو اتولد في مصر. في كلتا الحالات سيدنا إدريس حفيد سيدنا آدم عاش في مصر. سيدنا إدريس كان قبل سيدنا نوح، يعني مصر كان فيها بشر قبل طوفان سيدنا نوح. وطالما إن الحضارة المصرية القديمة ما اتكلمتش عن طوفان سيدنا نوح، يبقى يا إما الطوفان ما حصلش وده كلام غير صحيح بالمرة، يبقى الأصح إن الطوفان ما وصلش أصلا لمصر. ولو رجعت الكلام ابن كثير هتلاقيه بيتكلم عن حضارة بلاد فارس وملوكها والتاريخ الذي لم ينقطع من هناك، برضه بيتكلم عن حضارة الهند. هتسألني طبعا يعني أنت قصدك إن كان في ناس عايشة والطوفان ما غرقهاش؟ هقول لك أيوه. هتقولي إزاي؟ هقول لك بص يا سيدي، رقم واحد قول سيدنا نوح لربه بسم الله الرحمن الرحيم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ده دليل واضح إن سيدنا نوح بيتكلم عن الأرض كلها مش بيتكلم عن قومه بس. الرد على كلامك هيكون في قول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى مكن لسيدنا يوسف في مصر، الأرض في الآية دي تعود على مصر مش على الأرض كلها. وبرضه هتلاقي سورة الحج الآية 42 قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح. قوم نوح، يعني هنا الكلام مخصص على قوم سيدنا نوح. ولو فرضنا مثلا إن الطوفان غرق اللي على الأرض كله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أرسل سيدنا نوح لكل اللي عايشين على الأرض، مرورا بمصر أحفاد سيدنا إدريس والحضارة في بلاد فارس والهند وفي العراق وفي كل مكان على كوكب الأرض. طب لو هي كده، مش كان القرآن الكريم عمم دعوة سيدنا نوح عليه السلام زي دعوة سيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ زي سورة الفرقان في الآية رقم 1 بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ربنا سبحانه وتعالى هنا أرسل سيدنا محمد للعالمين. ولكن لو جيت دورت على اسم سيدنا نوح هتلاقيه في معظم الآيات في القرآن مقترن بقومه، قوم نوح. ولكن مفيش للعالمين، مفيش تخصيص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا صديقي، احنا وصلنا في النهاية لاستنتاجين. الاستنتاج رقم واحد ان طوفان سيدنا نوح كان خاص بقوم سيدنا نوح بس، ملوش دعوة بقى بباقي الشعوب والحضارات اللي كانت موجودة في الفترة دي زي مثلا الحضارة المصرية القديمة اللي ما اتكلمتش عن طوفان سيدنا نوح نهائي. وان طوفان سيدنا نوح بدأ في العراق زي ما بيقول القرآن الكريم واستوت على الجودي، واغلب الظن ان الجودي ده جبل موجود في تركيا، يعني المكان اللي الطوفان كان موجود فيه صغير جدا من العراق لتركيا، يعني الطوفان كان في الحدود دي. اما الاستنتاج الثاني ان سيدنا نوح كان مبعوث لقومه، وقوم سيدنا نوح كانوا منتشرين بطول الارض وعرضها، عشان كده ربنا اداله السنين دي كلها يقدر يدعو فيها قومه. وقوم سيدنا نوح كانوا منتشرين في شمال افريقيا مرورا بشبه الجزيره العربيه والعراق وسوريا والصين وفارس والهند قارة العجوز في أوروبا. حتى الآن مفيش جزم 1% إن طوفان سيدنا نوح حصل على كوكب الأرض كله، ومفيش ما هو يثبت إن طوفان سيدنا نوح حصل على قومه بس. في ناس بتتبع الآراء دي وفي ناس بتتبع الآراء دي. ولو أنت حبيت تتعمق في الموضوع أنصحك بكتاب فرعون ذي الأوتاد، واللي كان بيتكلم عن القصة دي بالتفصيل، وهتلاقيه جايب لك ناس ومفكرين كبار مسلمين بيتبعوا قول ان طوفان سيدنا نوح حصل على قوم، وهتلاقيه برضه جايب لك مشايخ مسلمين كبار بيتبعوا قول ان طوفان سيدنا نوح حصل على كوكب الارض. لغايه النهارده مفيش اجماع ان طوفان سيدنا نوح غرق الارض كلها ولا غرق قومه. ولو انت هتتكلم بالقران هتلاقي في ايات في القران بتدعم النص ده، وهتلاقي برضه في ايات في القران بتدعم النص ده. ولكن انا في نص الحلقه قلت ان القران الكريم تعالى ذكره وحشاه ربنا سبحانه وتعالى ان هو يدخل في التفاصيل الصغيره دي،
لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن قصة طوفان سيدنا نوح عشان احنا نعرف اللي حصل قبل كده من الأقوام السابقة وناخدها عبرة وعظة عشان محدش يغلط. أنا بقدر الإمكان حاولت أجمع أكبر معلومات ممكنة عن طوفان سيدنا نوح، وهل هو كان على كوكب الأرض كله ولا خاص بقوم سيدنا نوح؟ في الآخر عزيز المشاهد أنت ليك حرية الاختيار، وقول لنا في التعليقات أنت شايف إيه وإيه الحكم النهائي اللي أنت وصلت له عن طوفان سيدنا نوح. وبكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، فما تنساش اللايك والشير وادعو أصحابك وعيلتك عشان نكبر بيكم وبدعمكم. ولو أنت بتتفرج على اليوتيوب بفكرك باللايك والشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة أحمد ربيع. كان معكم أحمد ربيع من مكان ما من المحروسة، أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.